الناس تنتبه معانا ما دام احنا بنتكلم في يا ترى الانفاق اللي احنا بنعمله في منتجات قال لك ان ده تكلفه بالدولار وكانت من ضمن اسباب ما نحن فيه. مش كده يا دكتور مصطفى؟ طيب انا بس عايز اقول لكم بالراحه خالص، بصوا على كل حاجه اتقالت هنا وبصوا على الرقم، اكبر رقم اللي هو ال 45 مليار، وبرضو شوفوا الرقم الرقم بتاع التليفون المحمول والكلام ده، ده سنوي يا كامل، ده سنوي مش 10 سنين، 10 سنين اللي هم ال 14 24 اللي هو 8.7 من 10 مليار جنيه، مش كده يا كامل؟ دولار يا فندم، دولار. واللي بعد منه الأدوية بتاعت الطب البشري 23 مليار، والمواد الدوائية 4 مليار دولار، ولوحات التوزيع بتاع التحكم الكهربائي 2 مليار دولار. يا جماعة، يا أهل الصناعة، يا مستثمرين، يا رجال الأعمال، يا اللي شغالين في البنوك، يا اللي شغالين في التجارة والصناعة، يا اللي شغالين في الاستثمار، اللي انتوا قدام منكم ده هي عبارة عن فرص عمل ليكم، لأن كل منتج من ده احنا دفعناه بالدولار عشان نجيب المواد ديت أو المنتجات ديت تتباع في مصر. كل الأرقام ديت لما بتتكلم على إنك بتجيب بتسعة مليار دولار تليفون محمول، بتجيب منتجات أدوية في بعضها يمكن ما تقدرش تعمله، لكن يا ترى كل الأدوية اللي بتجيبها ما تقدرش تعملها؟ إحنا عندنا يعني دي أهم حاجة عندنا، أهم حاجة مش في اللي أنت قلته النهاردة كله يا كامل، وانا لما قلت لك لو سمحت هات لي الحاجات اللي احنا اشتريناها كتجاره وصناعه في 10 سنين عشان اوريكم الرقم ده. الناس النهارده بتستسهل، اللي بتشتغل في التجاره يعني او في المجال يعني، بدل ما يجيب الكلام دوت ويعمله في مصر ويخش في متاهات مع ارض وتمويل ثم بقى نقل تكنولوجيا من بره في الاخر عشان يطلع المنتج اللي احنا بنتكلم عليه ده، يقول لك يعني اشتريها احسن اسهل. والدوله، وانا بتكلم وانا مسؤول، والدوله ما حاولتش تشتغل بجديه وصلابه وصرامه. ويا كامل صرامه لما تيجي على بند 16 في الجدول الاخير ده، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت ب 440 مليون دولار، يعني حاجه كلام مستحضرات تجميل تقريبا ب 500 مليون، حقائب يد ب 200 مليون، شوكولاته تقريبا ب 400 مليون، حتى السيراميك ب 235 مليون. وبتلوموني تقولي لي الدولار غير ليه؟ برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي اللي مشرفني النهارده في الاستوديو دكتور مصطفى بدر. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور مصطفى. اهلا وسهلا فندم. اهلا بك. ليه بنستسهل ان احنا نستورد؟ والله اولا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمه، واعيد طبعا تكرار دايما اقول كل سنه حضرتك طيب. احنا في شهر كريم اكتوبر، ده شهر عظيم يعني عظيم. انتصارات، وإن شاء الله يا رب خلينا نقول من لقاء فخامة الرئيس يمكن يكون لنا انتصار مع الصناعة شوية يا رب، مع عملية الاستثمار شوية زيادة. أي السيد الرئيس لا يخلو من أي مؤتمر ويلفت نظر المجتمع، خلي بالكو الفلوس بتصرف فين، بالعملة الأجنبية كويس. ترسخ للأسف بمنتهى الأمانة، أنا بقول لحضرتك لكل المستثمرين أو رجال الأعمال، التجارة وليس الصناعة. أيوة. يعني بيتاجر أسهل له وأيسر له وبمنتهى الأمانة أكسب له وأوفر له. تمام؟ فيها راحة دماغ ليه أكتر طبعا يعني. بالمناسبة سيادة الرئيس كمان قال أنا ما بقولش نقفل البلد، لا طبعا يعني علشان بس تبقى الأمور محددة يعني. طبعا بص يا فندم، مفيش حد هيقدر يقفل الاستثمار لأن احنا في دولة اقتصادها حر بالزبط. ولكن احنا بنقول طب احنا بنكون متطلباتنا ايه في اقتصادنا؟ بس عارف كمان يا دكتور مصطفى،
برضو يعني انت عادي جدا ان انت تستورد طبعا، بس هل عادي انه مصر تستورد، مصر مصر ورجال الصناعه في مصر يستوردوا ورق فايل ب 500 مليون دولار؟ يعني انا عايزه اقول انا بستورد كذا حاجه قويه، مش ورق فايل، مش ورق الورق الفويل ده طبعا ليه استخداماته، وخلينا اقول انا مش بقلل من قيمه لا الشيء، لا لا يا فندم، انا عايزه اعظم قوي في قيمه الشيء اللي انا مش قادره اعمله فبستورده فيبقى شكلي كويس. بص يا فندم، هقول لحضرتك على حاجه، لا يغفل على حضرتك ان طبعا في السنتين ثلاثه الماضيين كان عندنا، مش احنا بس، العالم كله ازمه اقتصاديه، وطبعا خلينا نقول ان اغلبيه الناس ترسخ لديهم طبعا من عقود عملية التجارة ما بيننا وما بين الصين بمنتهى الأمانة، وكان كل واحد بيحاول أن يطلع على الصين يجيب كونتينر يتاجر فيه وما يحاولش يتيسر له الأمر في عملية التصنيع هنا في مصر. التوجه اللي أنا شايفه في الحكومة الجديدة بالمئة يوم اللي فاتوا دول، أعتقد النظرة اتغيرت، بقى في تفهم، في رؤية واضحة كيفية التعامل مع المستثمرين. أي هيبتدوا يشجعوا الناس أن أنت تتاجر، لان احنا محتاجين التجارة في الصناعة وليس في التجارة ان انت تلجأ للتجارة الخارجية تستورد، ان انت تستورد. الامور هنيسرها لك اكثر من ان انت تستورد من الخارج. بناء على ايه؟ بدلل على كلامي. اولا ان دولة رئيس الوزراء الحكومة بالكامل بتجتمع مع المستثمرين، مع الصناعة، مع النهاردة المستوردين. أخيرا يمكن حضرتك شايفة أن دولة الحكومة بالكامل جابت وزير المالية وقالت له ضع من السياسات المالية، أو بيسميها حزمة التيسيرات، حزمة التيسيرات والتسهيلات بالضبط للمجتمع.